السلام عليكم. احنا كنا بنحكي عن فيديو عن البارشل دنشر، واخترنا لهذا البارشل دنشر ديزاين انه نعمل تلتد باث اوف انسيرشن. وصلنا لنقطة انه الدنتال اندركات صارت الان كلها يوتيلايزد، بحيث انه الدنشر يثبت في هذا الاندركات، حيدخل في هذا الاندركات، حيدخل في هذا الاندركات، حيدخل في السن هذا مناسب له، ما فيش بلوك اوت كتير. السن هون فيش له بلوك اوت كتير، في شيء بسيط ميزيالي للكناين حيكون بلوك اوت ميزيال للكناين، بس هون تماما صار مع الباث اوف انسيرشن. نفس الشيء على الجهة هاي من البلاتال سايد اوف ذا توث، فيش عندنا بلوك اوت كتير. البريمولر هون مينيمال بلوك اوت، فممتاز. الوحيد اللي كان غلبنا هو هذا، حيكون في بلوك اوت كتير. ديستلي مش حنستفيد، مش حنحط غير اكريليك بليت، مش راح نحط اي شيء كومبوننت على ذيس تيث، حاعتبره كانه في انسيدنت. وصلنا لمرحله انه طيب خلصنا من الكلاسبات على المولرز، ما بدنا كلاسبات، ليش؟ خلص استفدنا من الميزيال تلت تاعه. الاكريليك حيفوت بهذا الاتجاه جوا السن، ولما الاكريليك يصير يتعرض للفورسز تاعت الاوكلوجن اللي هي بعمودي على الاوكلوجن تيبل، حيكون هذا الاكريل يعلق في الاندر كات وبالتالي ما حيطلع. فانا مش محتاجه كلاسبات هون. هلا سؤال، محتاجه كلاسبات انتيريور ولا لا؟ الانتيريور اللي بما ان عملنا بوستيريور تلت، البوستيريور تلت بقدر استفيد من التشيو اندر كات. معناته انا هون بما اني عملت بوستيريور تلت، انا كمان استفدت من الاندر كاتس اللي موجوده هون، فهذا راح كمان يلغي لي الانتيريور كلاسبس. اوكي، فراح استفيد من هذا الاندر كات. لاحظين كيف انه مينيمال سبيس صار بين الانلايزنج رود، معناته اذا دخلت الاكريل جوا هذا الاندر كات راح يكون في نفس الاتجاه. وحنتفرج على الجهه الثانيه، هي السن من الجهه الثانيه هو لاترال، برضه حنعوضه، برضه الباث اوف انسيرشن مناسب اني استفيد من التشيو اندر كات اللي موجود هنا. اوكي، شايفين التشيو اندر كات هذا حيساعدني في الريتنشن. فصار عندي تشيو اندر كات هون، عندي دنتال اندر كات هون، بقدر الغي الكلاسبات على هذا الاسنان. واخر شيء هذا السدل اري، هل في اندر كات؟ لا، ما فيش في اندر كات معاكس، بس بده سلايت بلوك اوت. وهذا التشيو اندر كات اللي موجود هون، هل محتاج اي بلوك اوت؟ مش محتاج بلوك اوت بالمرة، فهي ما بيعاكسني او ما بيعمل لي مشكله. فالتلت التلت انسرت التلت كمان، حتى الديستال اباتمنتس انا ما حستخدمهم لاي شيء، وحوقف الاكريليك هون، بس برضه الميزيال اندر كات الموجوده هون راح تساعدني. اوكي، فبرضه حتولي ايد ريتنشن والميزيال اندر كات. فانا بالتالي القاعده النهائيه، انا ضليتني اعمل احرك بالتيبل لعملت لي تلت فيها ماكسيمم نمبر اوف سيرفيسز بارلل مع هذا التلت، وكل هاي السيرفيسز راح تساعدني في ريتنشن. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، هاي خمسه، هاي سته، هاي سبع اندر كاتس، كلها بارلل تو ذا باث اوف انسيرشن اللي انا اخترته مع السوفت تشيو 8 و9. فهذا البارشل بقدر اعمله بدون اي كلاسبات، بس مجرد انه البيشنت لما يفوت الطائم ما بفوته هيك، بفوته بهذا الاتجاه، باتجاه مائل، باتجاه يدخل الدنشر جوا الاندر كات. يعطيكم العافيه.